السلام عليكم ومرحبا بكم في الوصفات ملكة. مرحبا بالناس جداد وبالقدام معنا، مرحبا بكم وألف مرحبا. اليوم غادي نجد معكم الروز والدجاج على الطريقة ديال الهند، وزدت عليه اللمسة ديالي. درنا الروز بالملون الطبيعية، درت لكم الروز بلاسبيرولينا أول مرة على اليوتيوب. لاسبيرولينا صحية 100% بدون ما نستعملوش الملون الغذائي الصناعي اللي كيضر بالصحة ديالنا. وغنجد معكم الدجاج على الطريقة ديال الهنود بطريقة بسيطة وسهلة، جات أكثر من رائع في المذاق وفي المنظر. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. هذا إلا كيهمكم الأمر خليكم معايا حتى الأخر ديال الفيديو باش تشوفوا الطريقة ديال الدجاج وديال الروز والطريقة التقديم. وماهل والدجاج ديالنا هانتوما كيفاش كيبان لكم؟ كيجي مقرمش من برا ومن الداخل رطب وجا رائع جدا. دابا غادي تشوفوه كيفاش داير من الداخل. كتسمعوا التقرميشه، جا اكثر من رائع في المذاق وفي المنظر، وكنتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر في الكومونتير. المقادير ديال الصدر ديال بيبي على الطريقه ديال الهنود، كنحتاجوا السكر البني ولا العسل. الا ما عندكمش السكر البني تقدروا تستعملوا العسل ولا السكر العادي. انا خديت هذا السكر البني من عند باكستان، ما كنديرش ليه شهر البنات، هذا كنستعمله في الحلويات كيجي بنين بزاف. غنشارك معكم حتى واحد كوكيز ان شاء الله في الفيديو المقبل بهذا السكر. هذا غنحتاجوا منه المعلقه كبيره عامره، والمعلقه اولا جوج ديال الصلصه ديال السوجا، جوج المعالق كبار عامرين ديال الصلصه ديال الماطيشه ولا ديال الكيتشاب، جوج المعالق كبار عامرين ديال الزيت النباتيه، واحد المعلقه كبيره عامره ديال السكنجبير الطري، المعلقه كبيره عامره ديال الثومه، شويه ديال القزبور مقطع. بالنسبه للتوابل كنحتاجوا المعلقه عامره ديال التحميره، المعلقه صغيره عامره ديال الابزار، المعلقه صغيره عامره ديال الخرقوم البلدي، المعلقه صغيره عامره ديال السكنجبير الطري. هذاك الياب بغيت نقول سمحوا لي. المعلقه الصغيره عامره ديال التوابل ديال الهنود المختصين بالدجاج، المعلقه الصغيره عامره ديال الكيري، المعلقه الصغيره عامره ديال التحميره ديال الملحه، جوج المعالق كبار عامرين ديال الخل، كيلو ديال الصدر ديال بيبي قطعنا على هذا الطرف الصغار كما كتشوفوا. صافي هادشي اللي كاين، وجوج المعالق كبار عامرين ديال دانون مسوس. صافي هادشي اللي كاين في المقادير. دابا غندوزو للطريقه. كناخد واحد بول كنديرو فيه التوابل اللي ذكرناهم، كنديرو الصلصه ديال الماطيشه، كنديرو القزبور المعدنوس والثومه والقنجبير، غنديرو جوج المعالق كبار عامرين ديال السوجا. كتشوفوا ما درتش الملحه بزاف حيت السوجا ديجا مالحه. صافي هاد القرعه نيت اصلا فيها جوج المعالق كبار قد غندير جوج المعالق كبار عامرين ديال الخل، وغادي نزيدو المعلقه كبيره عامره ديال السكر البني. كنديرو المعلقه كبيره عامره ديال السكر البني هانتوما اولا العسل اللي عندكم في الدار، ما كاين حتى مشكل. صافي غنخلطو هاد العناصر كلهم مع بعضهم، كنزيدو الزيت، ملي خلطت هاد العناصر كلهم كنديرو شويه فواحد الزليفه، هذا غادي نخليها باش نطيبو به الروز. صافي غنخلي هذا على الجنب باش نطيبو به الروز، وهذا غنزيدو عليه شويه ديال دانون مسوس وغادي نرقدو فيه الدجاج ديالنا. درت جوج المعالق كبار عامرين ديال تا دانون مسوس. صافي كنخلطو هذا الشيء كله وغادي نديرو فيه الدجاج ديالنا، غنرقدوه مزيان، غنخلطو الدجاج ديالنا مزيان مع هاد العناصر كلهم، وغنغطيه بالسلوفان وغندخلوه على الثلاجه لمده ديال ساعه. من بعد ساعه نعاودو نطلقو باش غادي نقليو هادو الطرف ديال الدجاج. بالنسبه للدقيق اللي غنديرو اللي غادي نمرمدو فيه الدجاج ديالنا،
انا غنستعمل هذا النوع هذا اللي مختص بالبيتزا، وبالخبز. كتجي البيتزا ديالو والخبز ديالو رائعين جدا. ها نتوما كتشوفوا البيتزا حتى هي ها الخبز، يعني كيعطي واحد القرمشه لهذا الدجاج هذا رائعه جدا. الا ما عندكمش تقدروا تستعملوا اي دقيق عندكم، ما كاين حتى مشكل. كنخوي شويه في التبصيل، وهذا هذا الدقيق هذا اللي قلت لكم كاين حتى الخميره في الداخل. كتشريو كيلو ديال الدقيق كتلقاو فيه الخميره ديال العجينه. ها نتوما كنحتاجو الدقيق والماء، والدجاج ديالنا ها هو خرجته من الثلاجه وحيدت ليه السلوفان. ناخذ الطرف ديال الدجاج ها نتوما كنمرمدوه في الدقيق. كنهزوه كنحطوه في الماء بالزربه وكنحيدو، كنعاودو نردوه للدقيق. صافي كنهزوه وكنحطوه في التبصير. غنستمر بحال هكا حتى كنمرمدو الدجاج ديالي كامل، ونعاودو نتلقى الزيت. ديجا درتو في هذا، ديجا درتو كيسخن. ها نتوما الزيت سخنات، كناخذوا الطرف ديال الدجاج كنلحوهم في الزيت اللي كيتقلاو من واحد الجهه، كنقلبوهم للجهه اخرى، وكنستمر بحال هكا حتى كنقليو الدجاج ديالي كامل ونعاودو نتلقاو. هانتوما خليت الدجاج ديالي حتى تحمر من واحد الجهه، كنقلبوه للجهه اخرى. خديت واحد الطبصيل حطيت فيها الورق النشاف، كنهزو الدجاج ديالنا ملي كيطيب كنحطو على الورق النشاف. صافي كنستمر بحال هكا حتى كنطيبو الدجاج ديالنا كامل ونعاودو نتلقاو. باش غنديروا المرق اللي غنطيبوا فيهم الرز، خديت شويه ديال القعقلة، شويه ديال السبيسه، وشويه ديال الكوزه الصحراويه، شويه ديال السكنجبير، طرف ديال السكنجبير، وشويه ديال القرنفل، في ثلاثه الدروس ديال الثومه، واحد خيزويه اللي قطعتها غسلتها، وواحد شويه ديال العظام. درت معاهم واحد لتر ونص ديال الماء. غادي ندير معاهم هاد التوابل كلهم اللي ذكرناهم مع خيزو، وغنزيد معاهم شويه ديال القزبر. خديت هادوك السيقان ديال القزبر اللي كنلحوهم غسلتهم مزيان، وغنديرهم مع المرق ديالنا. تقدروا تزيدوا حتى البصله وتزيدوا هذاك السيدانو الا كان عندكم. صافي كنسدو على الكوكوت ديالنا، كنخليوها المرق ديالنا يطيبوا لمده ديال واحد 45 دقيقه، من بعد نعاود نطلقوا باش غادي نطيبوا فيهم الرز ديالي. ها نتوما المرق ديالي سديت عليهم في الكوكوت لمده ديال 45 دقيقه، من بعد سديت على حليت على الكوكوت. صافي المرق ديالي ها هما واجدين. ها نتوما كتشوفوا المرق خاطر، وهذوك العظام كلهم تلقوا البنه ديالهم. دابا غنصفيوهم ونعاود نطلقوا باش غادي نوجد معكم الرز. المرق ديالي ها هما واجدين، صفيتهم ودرت شويه في القرعه، ودرت شويه في هذا الكوكوت، في هذا الكوكوت ند اللي غليت فيها هذوك المرق. وخديت الرز كحل غسلته مزيان كما كتشوفوا، وخديت الرز هذاك ديال الهنود حتى هو غسلته، زليفه من هذا ونص وزليفه من الرز كحل. واستعملت هذا، ما كنديرش لشهر البنات، هذا كيبان لكم عند الهنود. صافي، وغادي نستعمل واحد المعلقه كبيره ديال لاسبيرولينا، وهذا هذا لاصوص اللي رقدنا فيها الدجاج وخدينا منها شويه وخليناها على جنب. صافي هذا الشيء اللي كاين في المقادير. كنديروا واحد البنه ديال تا كنور ديال الزعفران، ندير فيها هذاك الرز كحل غنديروه في الكوكوت وغنسد عليه حيت كيبغي شويه ديال الوقت. هذا كيطلب المده ديال 45 دقيقه،
الا درتوه في القميله، اما الا درتوه في الكوكوط يعني على حسب، غادي غير تنقصوا عليه صافي كتخليوه حتى كيطيب. كنزيدوا شويه من هذيك الصوص اللي رقدنا فيها الدجاج، وغادي نزيدوا شويه ديال المرق، وغنسدوا على الرز ديالنا. بالنسبه لهذا الرز بيض غادي نقسمو حتى هو على نص، حيت غادي نديرو اللون ديال السبيرولينا، واللون غادي نخليوه بيض، هذا غادي نديرو معاه السبيرولينا. صراحه هذه الفكره ديالي باش نديرو السبيرولينا مع الرز. ديجا حطيت لكم البيتزا وحطيت لكم الخبز على القناه، كيجي المذاق ديالها رائع جدا، ان بيو صحيه 100%. كناخذوا هذا المرق كنقسموهم على نص، وغادي نزيدوا وحده الكاس اخر ديال الماء. غنغطيو الرز ديالنا بالماء، هانتوما كنغطيو الرز ديالنا بالماء، غير كنغطيوه كما كتشوفوا، وغنغطيو حتى هذا، وغندير فوق العافيه مطوسطه. كنخليو الرز ديالنا قبل غنديروا معاه البنه ديال تا هذا ديال تا الزعفران. صافي غادي نخلطوا الرز ديالنا وغنخليه حتى كيطيب على خاطر خاطرو، من بعد نعاودو نتلقاو باش غادي نقدموه مع الدجاج ديالنا. هذا ديال السبيرولينا كيكون المذاق ديال السبيرولينا، وكيكون حتى اللون غادي يكون اللون ديالو خضر، يعني الملون الطبيعي 100%. ها انتم الرز ديالنا هذاك اللي درنا ليه السبيرولينا، ها هو خضر، اللون ديالو خضر. هذا كحل اللي ديجا هو الرز كحل، حتى هو طاب، خليته في الكوكوط حتى طاب لمده ديال 45 دقيقه. صافي طفيت عليه، وهذاك الصفر ها هو، والدجاج ديالنا اللي قليناه ها هو، وكيتشاب ديالنا ها هو. صافي دابا غادي ندوزو باش نقدمو الرز ديالنا في الطبسيل. ها انتما كنخويو الرز ديالنا على هذاك الصفر. صافي خلطت الرز ديالي، غادي نخويه في الطبسيل اللي غنقدمو فيها الرز. قديت الرز ديالي في البصل ديال التقديم، كناخذوا هذا الخضر كنحطوه على هذا الشكل، هذا كناخذوا كحل حتى هو كنحطوه. صافي ها انتما زينت الرز ديالي، كنحطوا الطرف ديال الدجاج على الطبق ديالنا. هذا كيتشاب منزلي، خديت واحده نص كاس ديال الصلصه ديال المطيشه، هذيك اللي مطحونه مزيان، درت معاها الكاس ونص ديال الماء ديال العنبه، درت معاها المعلقه صغيره عامره ديال النشا، وخلطتهم. درت معاهم المعلقه كبيره عامره ديال هذا ديال الخل، والمعلقه كبيره عامره ديال السكر. صافي خلطت هاد العناصر كلهم، خليتهم على العافيه متوسطه، بقيت كنحرك فيهم حتى ولاو على هذا الشكل ديال الكيتشاب اللي غنسقيو به الدجاج ديالنا. كاس من بعد غنقدموه مع الدجاج ديالنا. صافي ها انتم الرز ديالي قدمته على الطريقه ديال الكسكسو، تيجي اكثر من رائع في المذاق وفي المنظر. الريزو هندي على حقه وطريقه، وبالملونات يعني الطبيعيين، يعني ما درناش الملونات الصناعيه. صافي وبلا سبيرولينا، الصراحه واحد المذاق رائع جدا. لا سبيرولينا راكم عارفين ديروا عليها البحث، غادي تلقاو يعني عندها الفوائد كثيره على لا سبيرولينا. كنتمنى يعجبكم الدجاج ديالي هندي. ها انتما الدجاج ديالي واجد، كناخذوا هذاك الكيتشاب اللي درناه، صافي كنديروا على الشكل ديال الخطوط على الدجاج ديالنا. صافي كنقدموه الدجاج ديالنا، دجاج هندي على حقو طريقو بالملونات طبيعيه، كيجي اكثر من رائع في المذاق وفي المنظر، والطريقه بسيطه وسهله باش وجدناه. كنتمنى يعجبكم وتجربوه، تردوا عليا الخبر في الكومونتير. صراحه واحد السيده اللي كانت طلبته مني قالت لي ولدها كلا هنا في المدرسه، كانوا داروا الحفله وكل واحد كيجيب شي حاجه، وهذيك كانت واحد هنديه جابت ليهم الرز الملون وبالدجاج، قالت لي ولدها حمقوه داك الرز، قالت لي الا لقيتينا لا غوسيت درينا الفيديو.